بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله اليوم راح أتكلم عن النيوتريشن المتطلب في مرحلة الحمل والرضاعة. في البداية لازم أعرف أن الاحتياج حق المواد الغذائية والإنرجي راح يزيد increases tremendously، يعني اللي هو first trimester، second trimester، third trimester راح يزيد على حسب المرحلة أنا وصلتها. ليش؟ لأن a nursing mother، إنزين، أو الحامل pregnant or nursing، she is not only has to nourish herself، هي مش بس تغذي نفسها، she also feed her baby، سواء في بطنها ولا برا بطنها. انزين، هم يقول لي ان ليش ان انا احتاج ان ازيد الريكويرمنت عساس اتاكد ان الفيتس نمت بشكل طبيعي. انزين، وهم ان البريست فيد بيبي اللي يرضع رضاعه طبيعيه ينمو بشكل طبيعي. الحين يعرف لي مرحلة البريغنسي. وش هي مرحلة البريغنسي؟ هي a critical period of great physiological stress for women as she is nourishing as growing fetus in her body. يعني شي يقول لي ان فترة الحمل هي حالة حرجة يصير فيها تغيرات وظيفية كثيرة على حسب نمو الطفل داخل جسمها. فنظرا لي ان في شخص جالسين مداخل جسمها راح يصير some changes في البادي حق المذر، فهالشيء او هالتغيرات راح تأثر لي في النيت حق نيترينت، حاجتي حق المادة الغذائية كامرأة حامل. إنزين، and the efficacy with which the mother's body uses the nutrients. هنا يقول لي إن هالتغيرات راح حدد لي الاحتياج والتأثير حق المواد الغذائية على جسم المرأة. طيب، هنا في عندي اقتباسين حق عالمين أو two professors، الأول بنجامين فرانكلين والثاني ماري ميسن. الزبدة هذه بس قراءة. طيب نجي، في عندي ثلاث أنواع من التغيرات. أول شيء عندي بيزل ميتابوليك ريت، واحد هذا، واحد اثنين جاستو انتستينال تشينجز، ثيرد في البادي فلويد. انزل نجي حق البيزل ميتابوليك ريت، يعني راح يزيد احتياجها على حسب العمليات الحيوية اللي تحتاجها هي وطفلها. ففي للفيتال جروث والديفلوبمنت راح أزيد 5% من الاحتياج الطبيعي حق الانرجي لها في الفيرست تريمستر، يعني أول 3 أشهر، و 12% في الثاني والثالث، يعني من شهر الرابع إلى أن تولد راح أزيده، وإيفن أكثر على حسب في الثيرد تريمستر على حسب حاجة البيبي. فهالحاجة من الانرجي راح تزيد لي الانرجي ريكويرمنت. طيب، بعدين عندي الجاستو انتستينال تشينجز، راح يصير لي تغيرات في الجهاز الهضمي نظرا بأن في جسم غريب دخل في جسم المرأة الحامل. إنزين، فهالشيء راح يأثر على الجي آي فانكشن، على الجاسترونتستينال فانكشنز، فراح يسبب لي نوزيا اللي هي لعب شبد، كونستيبيشن إمساك، فوميتينج، ترجيع أعتقد. إيه، إنزين، بعدين
بعد ما توصل للشهور الأخيرة الأبزورشن حق نيوتريينت المواد الغذائية راح يزيد، مثل فيتامين بي 12، آيرون والكالسيوم. ليش؟ لأن البيبي في آخر الأشهر الأخيرة نموه يكون سريع للغاية، فأنا أحتاج أن أنا أزيد الاحتياج. بعدين يقولي changes in body fluid، احتياج المرأة الحامل للماء راح يكون أكثر. ليش؟ لأنه في زيادة في blood volume، حجم الدم، وهالشي راح يساعدني في أن أنا أخذ الكمية المناسبة من المواد الغذائية للبيبي، إنزين، وإنه يساعدني في أن أنا أطرد النواتج الحيوية اللي تجي من البيبي، إنزين. هليش هنا يقولي إنه لما أزيد البلاد فوليوم أنا مجبرة إن أنا أقلل من البلازما بروتين والهيموغلوبين والأذر بلاد كونستانتس. ليش؟ لأن أنا أحتاج إن أنا أوسع، أعطي مساحة حق زيادة البلاد فوليوم، فعشان كذي أنا جالس أقل المكونات. طيب هنا يقول لي في أشياء مهمة لازم أعرفها بشكل عام عن الحمل. المذر has two uterites, the fetus and health of a newborn depend on nutritional status of the mother during and prior to conception. يعني الأم مضطرة إن هي تغذي طفلها في داخل بطنها أو لما يطلع من بطنها لما يكون نيوبورن. هالشي شلون أنا راح أحدده؟ عن طريق تغذيتها خلال الحمل وقبل ما تحمل، يعني before the pregnancy. فعندي أول شيء قال لي عطاني حق well nourished woman، وبعدين poor diet. well nourished woman راح تمر مرحلة الحمل عندها بشكل طبيعي، ما راح تأثر على صحتها. ليش؟ لأن هي ماخذة كل الفيتامينات والأشياء اللي تحتاجها جسمها وجسم طفلها بشكل طبيعي، فعادي لين تولد، إنزين، فما راح يكون في عندها complications ولا عندها فرصة في إن هي تجيب طفل قبل موعده preterm birth. وهم as a result، إنزين، أو the outcome of the pregnancy راح أشوف إن هي راح عندها قابلية أكثر في إن هي تجيب طفل صحي، يعني يكون وزنه طبيعي، يعني 3 وقل شوي بس، فهذا الطبيعي. هنا يقول بشكل عام، بما أن أنا قلت إنه يعتمد على الحالة الغذائية حق الأم، فالماترنال دايت during pregnancy في direct effect of fetal growth والsize والhealth of newborn. يعني لما أنا عندي نوع دايت معين راح يأثر سواء سلبا أو إيجابا على نمو البيبي وحجمه داخل البطن وصحته بعد ما يطلع. يعني إذا كان low birth weight، normal birth weight، زي كذا. الحين نجي حق الحالة الثانية اللي هي poor diet during pregnancy، فهنا راح يأثر بشكل سلبي على الأم مو على البيبي. فالmalnourished mother راح تعطي البيبي المواد الغذائية من عظامها. يعني فرضا البيبي يحتاج كالسيوم، هي ما تاخذ إناف كالسيوم، فراح ياخذ من التشو حقة العظم.
وهم البوري نيوتريشن ديورينج بريجننسي راح يزيد لي الخطر او المضاعفات، مثل ان هي تصير تولد طفل، تولد يعني تموت عند الولادة إنزين، أو ما تولد بسرعة يعني تأخذ فترة طويلة على ما تولد يعني. بعدين يقول إن adequate diet during pregnancy affect the health of the baby during early infancy، يعني لما تكون الأم متغذية صح. ممكن أنا شايف في مخذة بالشابتر اللي قبل أعتقد في واجد disorders من من نقص عنصر غذائي معين. ففرضا عندي الأيودين deficiency من الماترنال دايت عطاني مرض معين، عندي الأنيميا هنا ذاكر للأنيميا بسبب قلة الأيرون، الركت بسبب قلة الفيتامين دي. وإذا ما عطاني هالأمراض ما راح أشوف مناعة جيدة أن تقدر أن هي تقيم من الأمراض، على طول يقل الأمراض. بعدين يقول during pregnancy the nutrient need increases، يعني بشكل عام لما فرضا هي احتياجها اليومي الطبيعي قبل الحمل 1800 سعرة حرارية، راح يزيد هالشيء على حسب احتياجها. ليش يزيد الاحتياج حق المواد الغذائية؟ عساس يصير في development حق الماتيرنال أورجنز مثل اليوتيروس، البلاسنتا، والبريست تيشيو، وهم عساس تخزن لي مواد غذائية أقدر أحفظها وأستخدمها في الولادة، لأن أستنزف مواد غذائية ودم كثير. انزين انزين جالي الانكريز في النيوتريانت في الفيرست تريمستر اول 3 أشهر، وبعد من رابع شهر الى ان تولد. فعندي شو شيء راح الاحظه؟ ما راح اعرف اذا من شهور 3 الاولى ان هل آدمية حامل، لأنه ما في أي تغير في size of uterus، no significant increase in the size of fetus. بس شو اللي راح يصير لي؟ راح يزيد ال nutrient intake نفس ما قلت. فرضا أنا جالسة آكل 1800 سعرة حرارية يوميا قبل الحمل، راح أزيد. فأقدر أعرف من زيادة رغبتي في الأكل أو زيادة احتياجي للأكل. بعدين يقول لي في second and third trimester راح أشوف احتياجي راح يصير أكثر فأكثر. ليش؟ لأنه هو جالس يكبر، راح أشوف هنا significant increase in size of the fetus plus راح أشوف أن في عند نيوتريانت راح أحتاجها during pregnancy عساس تساعدف أنه مفرضا عندي الجلوكوز أحتاجه في نمو بشكل عام، عندي الكالسيوم نمو عظمة بشكل طبيعي، وا وا وا. طيب هنا حد فصل لي فيهم. أول شيء قال الانرجي نيت، شو معنى الانرجي نيت؟ ما الكمية الكالوريز اللي أنا أخذها باختصار. فهالكالوريز اللي أنا زدتها راح تساعدني في the growth of fetus، development of placenta and maternal tissue، well to meet the needs for increased basal metabolic rate or to depose okay. Deposit fat which will be used during lactation. وأخيرا قال لي إن في ال second و third trimester راح أزيد 300 سعرة حرارية بشكل عام. فعندي
ثلاثة جروب which is a sedentary, a moderate and a heavy worker. كل شخص على حسب مدى صعوبة شغلته. فمثلا عندي السيدنتري وركر اللي يشتغلون في البيت ربات المنزل انزين, فأنا أحتاج بشكل عام 2175 سعرة حرارية. طيب اللي مودريت وركرز يعتبرون انزين, فراح أشوفهم في الأشخاص اللي ما عندهم دوام يستدعي حركة كثيرة, يعني يشتغلون في المكتب في المكاتب, فراح يحتاجون almost 2525 سعرة حرارية. أما الهيف وركر يعني فرضا اللي يشتغلون في التنظيف, تنظيف المباني أو اللي يبنون, فهذولا يحتاجون almost 3225 سعرة. طيب بعدين نجي حق البروتين. البروتين هم أحتاجه حق أول ثلاث ثابتين which is growth of fetus, development of placenta, enlargement. أوكي نفسها بس قالوا هنا development of placenta و maternal tissue, الحين حطوها بروحها enlargement of maternal tissue. باختصار ليش أنا أحتاج أن أزيدها؟ عساس ينمو الجني في بطني بشكل طبيعي, عساس يتكيف جسمي مع الجسم الغريب اللي دخلته which is البيبي, وعساس يصير في increase في maternal blood volume which is الهدف من أن أنا أزيد في المواد الغذائية, formation of amniotic fluid اللي هو السائل الأمينيوني, أهم أقدر أعتبرها كبروتين reserve prepares the mother for labor, delivery and lactation. أن كمية البروتين اللي هي تأخذها ممكن تحدد لي هل هي مستعدة للليبر سواء كانت طبيعية أو قيصرية, وللدليفري واللاكتيشن. فخلال من 4 أشهر وفوق راح أزيد البروتين ريكويرمنت ب 15 جرام, وينصح بشكل شديد للغاية أن during pregnancy ما يأخذون الحوامل إلا أكل غني بالمواد الغذائية أو غني بالبروتين. طيب بعدين يقول لي الفات ريكويرمنت وخصص لي الأوميجا 3 فات. الأوميجا 3 فات راح تساعدني في 3-4 أشياء. البرين ديفلوبمنت راح تساعدني في بناء خلايا الدماغ, وراح تساعدني في أنه هو ينمو بشكل طبيعي which راح يخلي يولد بالوقت حق, يعني يكمل 9 أشهر ما يولد قبل. وثلاثة يساعده في تطوير الفيجوال ديفلوبمنت, واخيرا راح يمنعه من انه هو تصير في حالات اللي هو البرث ديفكت في الهارت, فرضا ان يجيهم ثقب في القلب وما الى ذلك, او ممكن اصلا تكون سبب في الوفاة. بعدين قال الكالسيوم ريكويرمنت. انا عارف ان الكالسيوم يفيدني بشكل عام للبون بشكل عام والتيث بشكل خاص, فراح تساعدني في بناء أو تطوير العظام والأسنان حقت الجنين. وهم لما آخذ كالسيوم بشكل كافي راح أساعد في تقليل الهايبرتنشن during pregnancy والبري إكليميجا which is تسمم الحمل, وأن هو ينولد لوبرث ويت أو يجيب مرض مزمن في يعني يصير في عنده كرونيك هايبرتنشن مرض مزمن. وهم اقدر ان انا انظم البلاد كلوتينج او والمسل كونتراكشن تساعدني في تدعيم او تنظيم البون سترينث. طيب وش الاعراض اللي انا اذا شفتها اقدر اجزم ان المرأة عندها تسمم حمل؟
لما أشوف ضغطها مرتفع، لما أشوف بروتين appear in the urine، في تحليل معين أقدر أخذ منها الشيء، وممكن أشوف في عند في عند المريضة severe headache، صداع حيل قوي، vision problems، ما تقدر إنها تدوخ، ما رؤية عندها مو واضحة، pain just below the ribs، لتحت الحجاب الحاجز تكون في ألم في هالمنطقة، vomiting اللي هو ترجيع، وآخر شيء يكون في swollen في الفيس والهاند والفيت، يكون في احتباس سائل داخل 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 الفيس والهاند والفيت. بعدين يقول لي لما أنا ما أخذ during pregnancy كالسيوم كافي، فالبيبي راح ياخذهم من الماترنال بون. طيب as a result ايش راح اخذ؟ راح يصير في ضعف بالعظام، weaken بون، فراح يؤدي لي ان انا easy fractured، يعني لما اطيح عادي ان انا اروح المستشفى فيني رضى بسبب ان عظامي حيل ضعيفة. فالكمية المنصوح فيها during pregnancy 1 جرام. انزل بعدين قال لي الايرون ريكويرمنت، ليش احتاج الايرون؟ على اساس ان انا اكون الريد بلاد سيل ماس which is required حق شو اسمه زيادة البلاد فوليوم. بعدين يقول لي ان تساعدني تساعدني في تنظيم الناتج الإضافي في البلاسنتا في المشيمة، فأقدر أن أنا أبني مشيمة أقوى بحيث أن يوصل لها غذاء بشكل كافي عن طريق الآيرون، وأن أنا أساعد البيبي في أنه هو يكون في عنده ايرون ستورز في الليفر، لانه هو يستمر الى 6 اشهر. فعلى كم انا اخذ ايرون during pregnancy كل ما يفيد الطفل بشكل اكثر لين يصير ب6 اشهر. واخر شيء compensate blood loss during delivery، راح يساعدني في تخفيف نزف الدم في الولادة. بعد عدلتي حق الزنك، عند الزنك بعرف انه هو مهم حق انه بشكل كبير صح ولا لا، فهنا يقول لي هو مهم في شيئين. طيب مهم لي في السينثيسس صنع النيوكليك اسيد اللي هو الدي ان اي اللي هو الصبغة الوراثية، والار ان اي اللي أخوة لما حوله. فلو بيجي بيقول the cofactor to the synthesis of nucleic acid DNA RNA is، بيقول قبلها المدرون، فنحط الزنك. طيب الزنك deficiency زين يوريك بريجنسي، لما الأم تكون حامل ويكون في عندها نقص في الزنك ايش راح يسوي لي او ايش نضجي راح يطلع لي؟ يا poor pregnancy outcome، يعني راح يصير في عنده وزن ولادة، يعني راح يكون مولود بوزن قليل. لو قلنا ان الوزن الطبيعي 2.5 هو راح يجي 1.5، لو قلنا هو 3 راح يجي، لو قلنا هو 3 راح يجي 1.45 فرضا، فراح يكون حيل متأثر، وراح يصير في abnormal deliveries، انه راح لما يولد يكون في عنده مرض بالراس زين او اي خلل سبب هالنقص، كما شفنا بواحد من الشابترات الامراض الناتجة عن نقص الفيتامينات. طيب بعدين يقول لي lack of iodine causes زين، لما يكون في عندي iodine deficiency احنا ماخذينها ان deficiency of iodine تجيب لي اللي هو goiter، اللي هو يصير في
الارض في الثايرويد جلاند، في عندي اشياء واجد تجيبها. هنا يقول لي محصورة على في الدليفري، فيقول لي ستيل بيرث يعني البيبي يطلع بطن ميت قبل ما يعني ما يطلع يموت، لا يطلع بطن ميت. بعدين بيرث ديفكت يعني صار في عنده أمراض وراثية، فرضا يصير يطلع في ثقب القلب، يطلع في أشياء واجد. زين هم راح يصير في تأخر دماغه في التطور حق الدماغ، سبت العينين ديفشنسي. طيب بعدين الفوليك أسيد، طيب الفوليك أسيد شنو أهميته؟ يساعد في إذا يساعد الأم لما لما تكثر في الريكوايرمنت تزيد في البلاد فورميشن، لأن أنا كل ما تقدم عند الحمل شهر بشهر أو أسبوع بأسبوع راح يزيد البلاد فوليوم، فأنا أحتاج الفوليك أسيد بشكل كبير. بعدين يقول لي إن الفوليك أسيد سبلمنتيشن ديورينج بريجنسي، لما أنا يكون في عندي الفوليك أسيد بشكل كافي راح يمنعني من شيء اسمه فيتال نيورال تيوب ديفكت، اللي هو يكون بالعصعص يكون كرة مائية وتكبر على حسب إذا يعني حجمها يكون على حسب كم النقص وكذي يعني، فهو يقيني من هالشيء. وبروف بيرث ويت أوف ذا فيتس يعني لما يطلع بطن أمه يكون 3، إذا كثر 2.5. زين بعدين يقول لي فيتامين بي 12، الفيتامين بي 12 يفيدني ديورينج بريجنسي في صحة عقله وأعصابه، فلما ياخذ كفاية راح يكون راح ينمو نمو طبيعي، وراح ممكن إنه هو في احتمال إنه يقدر إنه هو يكون من الأشخاص الانتليجنس. طيب بعدين عند الفيتامين بي 6 اللي هو يفيدني في نورمال فيتال ديفلوبمنت، يعني راح يساعدني في في إنه هو يكمل فترة الحمل بشكل سلس بدون أي مضاعفات لا ولا للأمة، وبوزيتيف بريجنسي أوتكم يعني راح يطلع صحي. كل ما صار الفيتامين بي 12 بي 12 بي 6 عدل راح يساعدني في إن البيبي يطلع صحي أكثر، يعني لو كان إذا لنقل إنه هو الصحي 12 ملي جرام، أوكي هي عندها 12 ملي جرام 12 عندها 12 ملي جرام دمها. إنزين فراح يطلع البيبي بوزن صحي ما في أي مشاكل ما في أي مضاعفات ممكن تصير له في المستقبل يعني. بعدين بي 1 وبي 2 وبي 3 كلهم راح يساعدون بشكل عام، يعني ما لهم مساهمة خاصة، لا بشكل عام يكملون شو اسمه الانرجي ريكويرمنت. طيب بعدين عند الفيتامين سي، الفيتامين سي شو يسوي لي؟ يساعدني في زيادة الايرون ابزوربشن والكوليسترول ميتابوليزم، يعني راح يساعدني في هضم او تحليل الكوليسترول والحديد، وهم راح يساعدني في زيادة النمو انه يزيد انه هو ينمو طبيعي. شنو راح يسوي لي زاد الفيتامين سي ديفيشنسي؟ راح يزيد لي الفرص في ان البيبي يولد قبل ما انا بريتم دليفري زي ولادة مبكرة. فلو لو بيجيبها الدكتور شو يقول؟ the deficiency of vitamin C will increase the chance of بيحط بريتم دليفري اللوبس ويت، يحط 5-4 خيارات زائد هذا وحال اختار فيتام دليفري بسيطة. طيب بعدين شو يقول لي؟ يقول الفيتامين اي شو راح يساعدني في رفع مناعة البيبي زين، وقيمة البلايندس العمى والانفكشن من شو اسمه من الاميون سيستم، لما اعدل ذا راح اقي نفسي من ذا. ان هو ما يموت الا بيومه، يعني ما يكون سبت مرض من أول ما يولد، يعني لأن في بعضهم يجون على الدنيا شهرين متوفين بسبب إنه هو ما تحمله. طيب والفيتامين دي حق البول،
بون تيث تفيد تصب في مصلحة البون. بعدين الفيتامين كي راح يساعدني في البلد، فراح راح يساعدني في انه يكون في تجلط تجلط الدم يكون بشكل طبيعي لا زايد ولا فيه هيموفيليا يعني. وهم راح يساعدني في ان البيبي يكون في عنده وقاية من الهيموريج اللي هو أنا يكون في عنده نزيف يعني نفس الهيموفيليا. طيب الفيتامين A احنا عارفين هي مفيدة حق ال for good skin، هذا هي good eye good eye و positive immunity، هذا هي. بعدين عند الكافيين، الكافيين فترة الحمل يفضل الدهوة يكون مبعد او ان انا اخذ بكمية بسيطة. ليش؟ لأن لنقل إن أنا باليوم آخذ 4 أكواب من القهوة، طيب؟ وهنا مكتوب عندي كروس بلاسنتاد انترفيتال سيركليشن، راح يأثر عليه، ممكن القهوة تصير مضاعفات أو أشياء ممكن إن هي ما تصير للأطفال الطبيعيين، ولو قلنا إنه هو طلع على الدنيا وهو أنا كنت أعطيه وهو بدوه في بطني قهوة، إنزين راح يكون ما راح يكون نومه طبيعي، يعني راح يصير حالي ينزعج ما ينام عدل لأن الكافيين يخلينا صحي، صح ولا لا؟ طيب بعدين increase the risk of miscarriage and preterm deliveries، راح يزيد الخطر في إن أنا أجهض البيبي، إنزين أو إن أنا أولده قبل موعده، plus إنه ممكن إن هو أكيد ولد يا بيصير وزن الولادة قليل delivery small راح يصير low birth weight أو راح يصير shorter. يعني لما أقارن بين واحدة كانت تشرب قهوة فترة الحمل واحدة ما تشرب القهوة، اللي ما تشرب قهوة لا تبصر أطول. هنا بشكل عام الحين شلون أعرف إذا الشيء صحي حق البيبي أو لا؟ الجود وان doesn't cross the placenta and doesn't interfere with circulation، أي شيء ما يدخل للفيتس فهو صحي، أي شيء يدخل الفيتس فهو ضار، فالأفضل إن نقطعه أو نخففه بنسبة كثيرة يعني. بعدين عندنا smoking during pregnancy، smoking result in placental abnormalities and fetal damage، راح يساعدني في إنه يصير في المشيمة نفسها يصير فيها خلل، plus يكون إنه في البيبي نفسه في الفيتس راح يكون في دامج، ممكن أشوف عنده ممكن أشوف إنه فما ما يكتمل، إنه في إن الأثار حقت أخذ الخمر سواء الخمر ولا سموكينج راح يجي البيبي ما يكتمل، فبيصير في عنده شفة أرنبية which is required surgery يعني، and راح تساعد في إنه يكون في عندي بريتر prematurely and low birth weight، يعني راح يجي بوزن قليل وما راح يولد في الوقت. وهم السموكينج راح تأثر لي في الأكسجين والنيوتريوت ترانسبورت through the placenta due to reduced blood flow. السموكينج راح يأثر على blood flow حق الأم، فراح يسوي له هاردنج، راح يصعب ان انا انقل المواد الغذائية والدم بيني وبين البيبي، فما راح يكون في عنده اكسجين واصل بشكل كثير، والنيوتريينت المواد الغذائية نفسها راح تكون صعب ان هي توصل. ليش؟ بسبب السموكينج. طيب بعدين عندي الالكوهول لدرينكينج، هما يقولون زين في بعض الارتيكلز تقول إذا خذت الكهول بنسبة لنقل كاس، هم يقولون بنسبة قليلة لين صارت دايما بنسبة كاس، فايش راح تسوي لي؟ راح تفيدني في إنها ترجع دورة دموية، زين وراح تساعدني في إذا أنا ما يكون في عندي هارت ديزيز، بس هذه لنقل إن هذه فوائد، لكن لو نجي حق
complications. أول شيء البيبي راح يصير لوبرت ويت، راح يصير في عنده تأخر بالنمو، وممكن يصير في إيه، يصير في اللي هو تأخر عقلي بعد. فراح أشوف إذا هالبيبي لنقل إن عمره 20 سنة، عمره العقلي 10 سنوات، فبسبب الكحول راح يصير في عنده إمبرت سنتر سنترال أندرفس سيستم بيرفورمنس إكلودينج جروث ريتارديشن. يعني باختصار سواء الكحول ولا السموكينج كلهم راح يضرون البيبي بشكل سلبي، راح يولدون بوزن أقل من الطبيعي للبيرث ويت طبعا، زين، وراح يصير في تأخر نمو وراح يتأثر الأعصاب. طيب هذا قال لي هذا. طيب نجي الحين حق الدراكس وتشز الأدوية. أنا عارفة أن أنا لما أخذ الوصفة الطبية بالنسبة الصحيحة ما راح يصير لي شيء، يعني فرضا لما اخذ فيتامين سي وانا منصوح ان انا اخذ 5 ملغ او مايكروغرام، انزين اوكي لخذتها بخمسة مايكروغرام ما راح يصير لي شيء، بس انا فرضا شطحت قلت والله شكلي احتاج زيادة في الجرعة، ورحت شطحت من راسي وخذت 10 مايكروغرام، ايش راح يصير؟ راح يصير complications. وإذا كان بفترة حمل راح يأثر علي وعلى البيبي. فمن هالمضاعفات أول شيء عندي برينة الويت جين راح يصير بور، يعني أنا لما الطفل ينولد أول أسبوعين إنزين أو أول شهرين لازم إن أنا أشوف زيادة في الوزن على أساس أشيك عليه. طيب فبسبب الأدوية هو فرضا الطبيعي إنه هو يزيد 1 كيلو إلى 2 كيلو كل أسبوع. طيب لنقل هو ما زاد، يعني صار الأسبوعين ما زاد إلا كيلو، ما زاد إلا كيلوين، فهنا أحس ده في شيء غلط فأروح أشيك. إنزين أو والtime of delivery اللي هو الوقت حق الولادة ممكن إنه هو يكون prolong إنه تظل عادة 5 ساعات 6 ساعات، very short إنه ربع ساعة نص ساعة خلصت الولادة. ثالث شيء الأوبريتيف ديليفري أند أذر بريناتال بروبلمز، يعني ممكن هو لما ينولد يصير له كومبليكيشنز أكثر، مو بس هذا في أكثر من كومبليكيشن يصير له، وممكن أن أنا أشوف أن هو نقص عليه الأكسجين، ممكن أن التف عليه الحبل السري وما إلى ذلك. فإذا أنا ما صار في ولادة الآن ولادة قيصرية الطفل ما راح يعيش، فهنا ممكن تكون complication. إنزين بعدين يقول لي الدايت and the feeding pattern حق the pregnant woman، ايش راح اسوي؟ انا في عندي قلت شهر مع كل شهر يمضي من فترة الحمل تحتاج ان هي تزيد في النيوترينت. ليش؟ حساس ان هو جالس يكبر ببطنها، فلازم ان هي increase her feeding عشان يزيد النيوترينت في جسمها. إنزين فبشكل يعني أقل شيء ممكن تأخذ الحامل من 5 إلى 6 وجبات، يعني عندي 3 وجبات الطبيعية وبين كل واحدة منهم سناك، والسناك لازم يكون نيوتريشس، ما يكون إنه فرضا لنقول كاكاو، أنا ممكن أخذ كاكاو لكن في فرضا فيتامينات بنسبة عالية زي كذا. فهنا يقول لي حساس ان انا ازيد احتياجي الطبيعي لي وللبيبي بالبروتين، ايش راح اسوي؟ راح اخذ جود كواليتي بروتين، يعني اخذ ريتش بروتين فود مثل الميلك الميت كل انواعها الايج والفش وكلهم لازم يكون انكلودد. يعني فرضا لنقل في الاسبوع انا اخذت الاحد والاحد اخذت لحم، الاثنين اخذ سمك، ثلاثة اخذ دجاج واكررها ما ازيد، يعني اخذ على نفس هالنمط بعدين اكمل لحم سمك دجاج، ما يصير يومين سمك لانه راح اكره الاكل، فما راح يكون لا good for me ولا good حق البيبي. طيب وهنا يقول لي the nutrient rich food اللي انا اخذه مش بس بروتين، كل الانواع لازم يكون
ريتش فود بالايرون والكالسيوم والفوليك اسيد والكالسيوم، زاد الكالسيوم مرتين زين. والدي اتش اي ريتش اللي هو غني بالاوميجا 3. والفود لازم يعني يكون موجود بوفرة، او بالنسبة اللي تناسبها هي والبيبي during pregnancy. هذه بس قراءة راح امشي عنها الصراحة. طيب يقول لي هنا الحين خلصنا من البريجننت وومن، الحين يجي حق اللاكتيتنج وومن الام اللي ترضع طبيعي. فهنا هي لازم ممكن انها تزيد اكثر بعد، يعني قلنا احنا فترة الحمل ان هي تزيد 300 على حسب على حسب النشاط الفيزيائي حقها. فترة الرضاعة هي هم تحتاج ازيد، ليش؟ عساس يصير في برودكشن حق الملك. طيب فهنا يقول ان during pregnancy يعني ممكن ان انا في عندي سويت ريسيرف حق الانرجي حق اللاكتين. فعندي ان انا ممكن ان انا اخذ من 600 الى 850 ملي لتر من الملك كل يوم فترة الحبل، which will help me in this اللاكتيشن. فهنا يقولي ان الانرجي اللي تاخذ الام سواء من اي نوع من انواع الاكل راح يعطيني تأثير زين او مدى الكونسنتريشن حق المواد الغذائية في الملك على حسب الconversion of food into energy. يعني فرضا ان هي جالسة تاخذ كالسيوم بكمية وفيرة، هذا الوفيرة. طيب فراح يصير الملك حقها في good amount of calcium حق البيبي. اوكي اوكي المعادلة الامونت حق النيوترينت راح يحدد لي النيوترينت concentration في الملك نفسه. فهنا يقول لي في عندي من اول 6 اشهر لازم تزيد احتياجها من الانرجي، يعني لازم تزيد الفود انتيك حقها ب 550 كيلو كيلو كالوري بردي. يعني فرضا لنقول ان هي احتياجها 2000، فانا راح ازيده عشان تصير 2550 زي كذا، وتقلل بعد 6 شهور الى السنة فراح تاخذ زيادة 400. يعني هي كانت تاخذ 2550 الحين تاخذ 2400، نقصت 150 كيلو كالوري. طيب يكمل لي عندي during lactation البروتين نيد راح يزيد عساس يكون nutritious الحليب اللي ياخذ البيبي، فراح تزيد بواحد جرام 1.15 جرام من البروتين. يعني انا فرضا هي مطلوب منها انها تاخذ 500 ملي لتر من البروتين، شي راح يفيدني راح اسوي معادله بين 1.5 لكل 100 ملي لتر. خلاص احط هذا 500 اطلع اللي تحتاجه، راح اسويها عشان تفهم زين. الحين قلت ان عندي 1.15 لكل 100 مللتر، قال لي ان هي تحتاج 500 مللتر. شلون اعرف هي كم تحتاج جرام من البروتين؟ خلاص راح اضرب طرفين بوسطين، اخر شيء راح اقول ان هو 1.15 ضرب 500 قسمة 100، لان هنا اكس فراح احطها في المقام، فراح تصير تحتاج 5.75 جرام من البروتين بير داي او بير ويك تقدر نقول. انزين بعدين يقول لي for proper milk production لازم اخذ adequate اول شيء او شرط، هذا اول شرط، good quality يعني adequate و good quality food
باللبن عشان اخذ البروتين المناسب على اساس يصير لي انكلودد في ال يصير لي انكلودد في الماذر دايت في نظامها الغذائي وراح يساعدها. طيب بعدين يقول الكالسيوم، يقول لي ان الكالسيوم لازم ازيده على اساس يساعدني في البريست ميلك سكريشن اللي هو انتاج. فيقول لي ان هي تحتاج من الكالسيوم 100 ملغرام او 300 ملغرام بير 850 ملليلتر اوف ميلك. هذا خلاص عرفناها يعني ما يحتاج نحسبها مرة ثانية. هنا يقول لي ان نسبة الكالسيوم اللي انا اخذها زين راح تساعد الحليب انه يكون مركز بالكالسيوم، راح يساعدني في ان انا احتفظ بكمية الكالسيوم في البريست ميلك. طيب بعدين يقول لي ان الادكوات دايتري كالسيوم انتيك راح يساعدني في ان انا اخذ راح اخذ احتياج الام بلس احتياج الطفل، يعني الاكسترا هذا على اساس يصير لك كونسنتريت في الملك برودكشن. بعدين يقولي الايرون، الايرون ريكويرمنت ديري لاكتيشن احتاجه اساس ان انا يكون في كونسنتريت حق الايرون للام راح يفيد ان هي تعوض الدم اللي فقدته ديورينج دليفري، وللبيبي بحيث ان الايرون راح يصير في سكريتد في البريست ميلك راح يكون في عنصر الايرون هب. انزين and most of lactating women have lactation amenorrhea resulting in saving of 1 milligram microgram of iron per day which would otherwise lost in the menstrual blood. بعض الامهات المرضعات زين ممكن ان اهما تصير في فترة ما يصير في ملك برودكشن بسبب الدم المفقود في المنسترال بيريد. زين هنا بعدين قال لي بشكل مختصر ان الايرون لما اقول حق نانا بريجننت حق شخص او بنت طبيعية نفسه ريكوارد حق الحامل، يعني لو قلنا ان هي تحتاج 30 ملغرام مايكروغرام بير داي نفس الشيء سواء بريجننت نان بريجننت لاكتيتنج وومن كلهم راح يحتاجون نفس الشيء. بعدين يقولي الفيتامين اي راح يساعدني في وش، راح يساعدني في ان انا كلهم راح يساعدوني بطريقة معينة. اعرف ان الفيتامين اي يفيدني في الاي، فانا للاي والفيتامين بي 6 راح كلهم بشكل مختصر كل هالفيتامينات انزين راح تساعدني في بناء مناعة الطفل واساعده في انه تتطور اعضاء بشكل طبيعي. فهنا اقول شو اسمه يقول ان all the minerals خصوصا الفيتامينز present in the mother's milk ده كل هالعناصر موجودة في حليب الأم except الفيتامين سي، هذا لازم يصير جانبي ما راح يكون موجود ما راح يكون موجود بكمية وافية للبيبي سي حتى وإن كان فيه. آخر شيء يقولي إن اللاكتيتينج وومن لا تحتاج large amount of bodybuilding large amount يعني كمية كبيرة من البروتين اللي هي وظيفتها bodybuilding protective food and additional energy فراح تديك كربوهيدرات حساس إنها هي تساعدها في راح تسهل عليها الفورميشن facilitate the formation and secretion of breast milk راح تساعدها في إن هي تصنع الميلك وإن هي تسوي لها secretion. ثانية واحدة الفلويد انتيك لازم يزيد عساس انه كلهم راح يساعدون في انكريز الملك البرودكشن، هذي فاسيليتيت راح تسهل، هذي راح يصير راح تعطيني كمية مناسبة من الملك برودكشن.
هنا يقول لي النقطة حيل هذه أوضح واحدة. زين الأم عادي تقدر تأخذ تأكل what ever she want، لكن في بعض الأكل لازم ده هي تقطعه بس فترة اللاكتيشن، اللي هو السبايسي فود والستروغلي فليفرد فود، لأن راح يأثر على التيست حق الملك. يعني ما تأخذ لناقل إنها هي ما أخذها شاورما مع زيادة شطة. إذا الشاورما أوكي بروتين، بس زيادة الشطة هذه تأثر على الطعم حق الملك، فما راح يتقبله. فعشان كذي يقولون إنه ما ينفع تأخذ لا سبايسي ولا سترونجلي فليفرد. آخر شيء يقول لي إن the nutrient need of lactating mother are greatly enhanced during lactation. أعتقد هذا سنس زبدة. لازم تأخذ وجبة لازم تأخذ سناك بتوين كل وجبة. فعشان كذي سواء حامل أو مرضع لازم تأخذ من 5 إلى 6 وجبات باليوم. And that's it. وتمت الحمد لله.